السلام عليكم ورحمة الله على السلامة، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نعمل لكم زوز أنواع متاع سلايط. تعرفوا لي رمضان قرب وأغلب العباد تفضل تميح للسلايط في رمضان، دونك اليوم باش نعمل لكم أشهر سلاطة تونسية اللي هي سلاطة مشوية، وبعديك باش نعمل لكم سلاطة بالقرنيط. دونك سلاطة المشوية فيها برشا طرق وكل حد وكيفاش يحب يعملها، مي أنا نفضل نعملها بطريقة هذه. دونك لهنا عندي فلفل الكمية اللي تحبوا عليها، وعندي طماطم، ولهنا عندي الثوم. دونك هذي الكل باش نشويه. فما اللي يحب يعمل يزيد البصل، فما اللي يحب يزيد كمية الطماطم، كل حد وكيفاش. مي هذه أنا الطريقة اللي نفضلها، وهذه اللي باش نعملها معاكم اليوم. لهنا كما تشوفوا حطيت الطاجين هذايا على النار، والخضرة هذه بطبيعة غسلتها ونشفتها. وتويكا نبدا بسم الله نحطها. بالنسبة للي عنده هاك الإمكانية باش يشوي الخضرة على الكانون وإلا في الطابونة، فراهي تكون أفضل وخير حتى في الطعمة. راهي معناتها تعطينا طعم خير، خاصة تعطينا طعمة الريحة نتاع الفحم وهكا، ولا الحطب، ولا حاجة تجي بنينة على الآخر. دونك الفلفل هذايا عندي فلفل حلو، هذوما حارين، خاطر اذا باش نحط الكل حار من نفضل هي معناتها نحاول تكون ماهيش حاره برشا، كل حد وكيفاش يحب. دونك هذه نحطوها تتشوى وديما نحركوها ونقلبوها. لهنا الثوم نفضل نحلو هكا باش بعديك في التقشير يعاوني. انا الحق جربت برشا انواع نتاع طريقه شوي الخضره، واعز واحده اللي هي تكون في الطابونه لا يعلى عليها. يلا غالب كي تولي تبدا ما عندناش القدره انه ما تكونش متوفره عندنا الطابونه، فعبد يعمل كيما باللي موجود. دونك الثوم نحطوه هكايا، الثوم يفوح بالكدا السلطه مشويه هكا. لهنا ديما تقلبوا ما تستهوش عليها، حتى الثوم راه في ساعه شوي. لهنا تحضروا ساشي باش وين اي حاجه تطيب تحطوها في الساشي هذايا باش السخانه ترجع عليها والقشرة في ساعة تتنحى هكايا. لهنا عندي كعبات متاع ثوم بدات تطيب، خاطر زادا ما نحبهم شكل يتحرقوا، لازم تكون هكا كما تشوف هكا تكون طرية بالكدا من داخل. غاديك حطيت كعبتين عظم باش نصمتهم، ونحب نوريكم طريقة من الطرق لتزيين السلطة مشوية باش تجيكم حاجة مزيانة. شوفوا هذه كيفاش طايبة من داخل، بسم الله. تويكا كيما تشوفوا الفلفل طاب مشيرتين، وما قعدتش حتى بلاصة يابسة، لازم الكل يكون طري. دونك هكايا نحطو في الساشي كما هادي، هذا مزال شوية هكاكا لين تكملو الخضرة الكليكا. هذا ينسكرو عليه الساشي باش البخار يرجع عليه والقشرة تتنحى بسهولة. هذايا القرن الحلو حاول نحو القشرة. بالنسبه للزريعه لهنا باش نحيها، على خاطر في القرن هذايا تبدا خشينه شوي، وكي تبدا خشينه ماذا بيا بدي نحيها هكايا هكا. نحطوها في المهراس بسم الله. بسم
بسم الله. دونك لهناك تبداو تهرسوا وتبداو تنزلوا بشويه، خاطر اذا باش تبداو المره الاولى معناتها بالقوي راهي باش يبدا يتنطر، وحتى اذا كان فما فلفل حار ولا حاجه يتنطر على وجهكم. هكا علاش تبداو بشويه هكا. السلطه المشويه اللي تجي في المهراس راهي تجي بنين على الاخر هكا، تسيسوا لين تحسوا معناتها ترحى وتوصلوا. فما اللي يحبها رطبه برشا واللي يحبها هكا خشينه شويه، انتوما وشنو تحب. دونك هنا كيما تشوفوا لين ترحى عندنا الفلفل هكا انا نحبه يكون، واللي يحب يعملوا معناتها مرحي اكثر من هكا كل حد كيفاش يحب. دونك في صحن تويكا نفرغ بالنسبة للطماطم زادة كيف كيف، تنحي لها القعمرة هذية نحطوها في المهراس. نحيو لها قشرة زادة بالطبيعة. طويكة بالنسبة للفاح نتاع السلطة مشوية حسيلو كل حد وشنو يحط. انا لهنا باش نعطيكم الطريقة متاعي اللي تجي بنينة على الاخر. دونك هذايا الثوم اللي شويته وقشرته نحطه لهنا في المهراس، لهنا نزيد عليه. هذايا اللي ممكن برشا باش يقولوا لي لا ما تجيش في السلطة مشوية، راني لهنا نحط التابلو كروية شوية كما ريتو، مي راهي تفوح وتعطيها جو بنينة على الاخر، وراي ما تغيبش طعمة السلطة مشوية، راي بالعكس تعززها وتجي بنينة بنينة على الاخر. وجربوها ما تندموش. ونعرف برشا زادة اللي يحط فيها التابلو كروية، واللي ما يحبش يحط لهنا شوية ملح، اللي ما يحبش يحط هو حر. ما هذه هي الخلطة معناتها نتاع الفاح نتاع السلطة مشوية اللي راهي تجي بنينة عسل صدقوني. جربوها بلاش تابلو كروية، وجربوها بالتابلو كروية واكيد باش تعجبكم اللي هي فيها التابلو كروية. دونك هذيا نهرسها ونزيدها على السلطة مشوية. دونك هذيا كيما ريتو طويت نحط شوية زيت زيتونة. هذايا زيت نتاع تونس جديد، زيت نضوح معناتها زيت نتاع السناء، غير فرغته في الدبوزة هذية باش تعاوني حتى في الصبان. ونخلي الطويكة. الطويكة بعد ما كملنا نحطو توا شوية زيت هكا. طويكة نعطيكم فكرة بسيطة للزينة. هيا هنا ناخو العظام هكايا زينو كيف ما تحبوا. لهنا حطيت انا 5 طروف طويكة. تاخذوا الطن اللي هو ما يغيب على حتى سلطة مشوية اوكي. تكون حضرت عنا سلطة مشوية تونسية اللي عملناها بالمهراس كيما ريتو، طريقه ياسر بسيطه. حبيت جوست نفسر لكم اكثر خاصه للي مش توانسه ديما تجينا اسئله على السلطه المشويه كيفاش تحضر. شوفوا ما شاء الله هكا بحاجات بسيطه يجي عندنا صحن مزيان بالكدا. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه نتاعنا لليوم، وخاصه في الفاح. ان شاء الله ما نلقاش هكا اراء متضاربه، راهو
يا جماعة هذه طريقتي اللي حاب يجربها، ما راي باش تعجبكم. واللي إذا تحبوا تفوحوا كان بالملح وثوم زادا كيف كيف، راهو كيما تحبوا. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة نتاعنا لليوم. شوية أخرى باش نحضر لكم السلطة التونسية اللي بالقرنيط، دونك تو تشوفوها من بعد، ما حبيتش نحط لكم في نفس الفيديو باش ما تجيش طويلة عليكم. دونك تخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.